شخص توفي وطلب من ابنه أن يقرأ سورة ياسين ويهب ثوابها له، فكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذه الوصية غير صحيحة، لأن قراءة ياسين للميت أو قراءة غيره من القرآن للأموات هذا لم يدل عليه الدليل، وما دام لم يدل عليه الدليل فإنه لا يجوز فعله. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود لا يقبل. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه من خلفائه أو أصحابه أو السلف الصالح أنهم كانوا يقرؤون القرآن للأموات، وإنما المشروع للأموات هو الدعاء والصدقة والحج والعمرة عنهم، هذا كله ورد به الدليل، تصدق عن الميت، الدعاء للميت والاستغفار له إذا كان مسلما، والحج عنه والعمرة فريضة أو نافلة، كل ذلك جائز بحمد الله وفيه ثواب يصل إلى الميت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه تلحق الميت بعد موته، وكذلك الحج عنه والعمرة صدقة. نعم، جزاكم الله خيرا.